أيضا حددت المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية أن للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يأمر بأداء نفقة زوجية مؤقتة، حتى لو كانت من أول جلسة. يحق للقاضي أن يأمر الزوج أن يدفع لزوجته نفقة زوجية مؤقتة، وتتجدد النفقة شهريا حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورا. بمعنى إذا القاضي أمر بنفقة مؤقتة يجب أن يتم التنفيذ الآن، وللزوج أن يحط أو يسترد ما أداه. بمعنى مثلا إذا القاضي حكم بنفقة زوجية 200 دينار وبعد ذلك عدل الحكم إلى 100 دينار، يمكن للزوج استرجاع النفقة الزوجية.